ممكن خاصه بعد فوز التونسيين العريضه البارحه في تونس على اوغندا بنتيجه 6-0. قديد الهجوم داخل منطقه الجزاء بقديد وتسديده مره اولى ثم مره ثانيه والحارس كجوبا الكنزاري في النهايه الكنزاري وتمر جانبيه عيادي الحاملوني وتخرج من الدفاع من اللعبة الأربعة الهدف الأول لماهر الكنزاري على حبجات وماهر الكنزاري في الدقيقة 16 تقريبا في الدقيقة 16 فتح النتيجة لفائدة المنتخب التونسي. كانت المحاولة على الطاية كانت ترجع من دفاع المنتخب الأوغندي وماهر الكنزاري على الطاية وشاهد العملية بالصور البطيئة سيرا جاعة يرجعها رقم أربعة هو اللي رجعها وكما جات إذا ماهر الكنزاري والشكر الواعر ممتازه منه يتصدى لهذه الكره في ضربه الزاويه نفذ من عايدي حمون مقوسه وجعايدي الحارس قبله وبقى ديدا وما زالت خطيره على دفاع المنتخب الاوغندي وجعايدي مره اخرى والهدف الثاني لصالح المنتخب التونسي اصرار كبير من راضي جعايدي المره الاولى التوزيع الاولى الحارس يخرج قبله بعد القدر وترجع الكره من جديد لصالح المنتخب التونسي ومرة أخرى الجعايدي متواجد داخل مناطق الجزاء يتمكن من تسجيل الهدف الثاني لصالح المنتخب التونسي. إذا هاي الإعادة وتقريبا إذا 33 دقيقة لعب كأنه 16 دقيقة وبعد 16 دقيقة أخرى يتمكن الفريق التونسي من مضاعفة النتيجة. شوفوا الجعايدي يتبع الكرة. ماهر الكنزاري في النهاية وترجع من الدفاع. قوي من منير بوقديدة. منير بوقديدة بقذفة كما جات. قلنا في خلال الشوط الاول قد بردو طيب عاد وبكل قوه وبكل دقه كذلك يتمكن من مضاعفه النتيجه وتصبح 3-0 لفائده منتخب تونسي. هاي الاعاده شوفوا اذا ماهر الكنزاري يتولى تنفيذ ترجع الكره كما جات ماهيش باينه هنا لكن تصويبه قويه يديروا حسن بالي هدف الفريق اللي كان يسجل زوز اهداف امام المنتخب الجزائري وهذا هجوم لصالح المنتخب التونسي عن طريق فوز الرويسي داخل مناطق الجزاء وضربة جزاء تمشك ضربة جزاء لصالح المنتخب التونسي وسعيد بالقولة كان قريب من العملية عادل السليمي وربما الهدف رقم 17 مع المنتخب الوطني فعلا وحقق الهدف الرابع عادل السليمي في الدقيقة 15 من هذا الشوط الثاني يصبح في رصيده 17 هدف عادل السليمي وهو الهداف رقم واحد مع المنتخب الوطني. فعلا منير اذا عادل السليمي كما قلنا كان يجري وراء هدف. عمليه هجوميه لفائده الفريق الاوغندي يحاول باش يسجل الهدف وشكري الواعر يفسق هدف هنا. شكري الواعر ممتازه جدا. القيبسي قيس الغضبان يخرج ماهر الكنزاري. ماهر الكنزاري يوزع ماهر الكنزاري وفرصه هدف رابع ومازال فوزي بوزان داخل منطقه الجزاء يوزع حسان القيبسي. وتسديد من قيس الغضبان والهدف او فوز الرويسي التسديد من فوز الرويسي والهدف الخامس الهدف الخامس لصالح المنتخب التونسي الهدف الخامس بإمضاء فوز الرويسي فوز الرويسي توفيق سامحني شوالي في رصيده 17 هدف تماما مثل عادل السليمي اذا هاي الاعاده شوفوا هنا حسن القيبسي لوط وفوز الرويسي برجل اليسرى نتاعو اذا ماهر الكنزاري ماهر الكنزاري وزع والهدف السادس حسام القيبسي حسام القيبسي في بعد مع الهدف السادس بارتماء راسيه على اثر كره ثابته ثنائيه ما بين اذا ماهر الكنزاري وعيادي الحمروني وماهر الكنزاري وزع ويلقى راس اللاعب حسان القيبسي اللي تولى تسجيل الهدف رقم 6 اذا 6 اهداف كامله نصف تصدينا في هذه المباراه ومر الكره الكنزاري تمشي البوزيان او الغضبان وفي هذه اللحظه بالضبط يعلن الحكم الدولي المغربي السيد سعيد بالقوله عن نهايه مباراه المنتخب التونسي وفوز كبير للمنتخب التونسي الانتصار الثالث له في هذه المجموعة التي يتصدرها برصيد 9 نقاط نقطة واحدة تنقص التونسيين لكي يتأهلوا رسميا إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا بزيمبابوي مهما كانت نتائج المباريات الأخرى.